يقول أحسن إليك: وقول بعضهم عند الغضب أم الصبيان وأسماء أخرى للجن. وش أم الصبيان؟ كان قصده أنه يدعو الجن ويستغيث بالجن، هذا شرك بالله عز وجل. دعاء الأموات والغائبين من الجن والشياطين، وحتى الصالحين ما يدعوهم وهم غائبون، دعاء الغائب هذا شرك بالله عز وجل. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.